مشيتي عند واحد هادشي تستعملو في البيزنس وتستعملو في اي حاجه. مشيتي عند واحد عنده واحد الفاكين اكسبيريونس كبيره وكاينين حتى في البيزنس, يقدر تلقى هو الحاج اللي مريح عندكم في راس الدرب, فهمتي؟ اللي ما كتجاهش فيه كتلقى جالس تيلعب ضامه كتحقرو. لا راه يقدر داك الحاج ضرب واحد السنين ديال 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 الخدمه, فهمتي؟ يقدر داك الحاج ضرب واحد السنين ديال الخدمه, ويقدر داك الحاج كان ماناجر في مرجان وكان كيسير مثلا 300 الناس, فهمتي؟ وتيدير الجيستيون ديال السطوك والجيستيون ديال الصداع والجيستيون ديال كذا. اللي تجي تدوي ليه نتايا, حنا راه عندنا واحد الشركه فيها 6 الناس وكذا و2000, يقدر يفيدك اصاحبي. راه دوك الناس راه فهمتي كتلقى شحال من واحد مخياخ في هذه الحياه هذه, ولكن بداك الاحتقار ديالك وديك اللعيبه ديال او كيف فاك اش عند الحاج ما يدير, اش عند هذاك ما يدير, هذاك اصاحبي هذاك حتى تجي تي من فوق هاد الطوباج هذاك حتى اصاحبي مشي لعب اصاحبي وريح في راس درتي لعب ضامه هذاك كيفاش في حياته كون كندير شي حاجه في حياته كاع ما يريح لعب ضامه اصاحبي. راه انا تنعرف بنادم فهمتي راه ما عرفت فين واصل في حياته, في المغرب ومريح في راس درتي لعب ضامه لانه كبير اصاحبي ما عنده ما يدير كبير. وما عندناش في المغرب حنا شي ثقافه زوينه تتحترم الشراف وتعطيهم خدمه ولا شي حاجه ولا كذا ولا تفكر تخدمهم, فهمتي؟ عندنا غير ديك الثقافه ديال الحاج سير طريح, الحاج سير طريح الله يجيك اش عندك ما دير, فهمتي؟ وبيان سور الدراري اللي كنعرفوهم وغادي نجيبهم ان شاء الله في الفيوتشر ما بغيتهمش يطلعوا دابا, فهمتي؟ هذوك ما خاصهمش يطلعوا دابا, خاصهم شويه يخدموا الخدمه باش من هنا 10 سنين واحد ان شاء الله واحد النهار من هنا 10 سنين اخوان من هنا 10 سنين هذاك الشيء غادي يكون شوك ان شاء الله, فهمتي؟ من هنا 10 سنين هذاك الشيء غادي يكون شوك. انا باغي بزاف ديال الدراري يتحركوا, 10 سنين كثر من كافيه. واحد القضيه اخرى دابا تيجوني بزاف الافكار في دماغي, واحد القضيه درتها في واحد التصويره في الاخر ودواو معايا بزاف البنات وما جاوبت حتى وحده فيهم. غنقول جوج ديال الحوايج. علاش قلت 2020 ان شاء الله نكون داير شي مدينه جمع فايد الدراري الزوينين النقيقين, والبنات جاتهم علاش الدراري شنو هاد التفكير هذا, ما كانش كيصحابنا راك هكا. يا اخوان انا معروف ما عنديش داك التفكير ديال الدراري البنات كذا. ملي كنقول الدراري يعني جمع حتى البنات, يعني الدراري كنقصد بها ما قلتش الرجال, لان في الاخر هي الدراري, فهمتي؟ كاملين دراري, يعني البنات حسبهم دراري والدراري حسبهم دراري وانا دري وكلشي دري وكاملين دراري.